شوح. بص فان دام عمل فرخة عشان يخلي الدوسر ياخد باله. I'm very happy to work with him. وعم بيقول إنه كتير مبسوط إنه يشتغل معك. تفضل هيلك. يا دوسر الراجل بيقول لك إنه مبسوط إنه هشتغل معاك. مفيش أي رد ولا إيه؟ And I came to have a friendly talk. فعم بيقول إنه هو إجى لعندك ليحكي معك بشكل ودي مشان لما تصور المشهد يطلع على طبيعته يعني والطبيعي المشهد. طب الراجل بيقول لك إنه جاي يكلمك بشكل ودي، أنت بدل ما يضربك. انت عبالك تقول له شيء يا سالم؟ سالم عم جاي يقول له بدون ضربات ولا حاجه. He's saying just most importantly do not surprise him with any moves or hits. No. ما فيش حد هيضربك هنا غيري. اي فريق بتشجع من خارج السعوديه؟ بشجع ليفربول. طالما ليفربول عشان ابو مكه يبقى احنا موافقين. بنكد. ايش رايك في اللوك؟ بيقول له ايه رايك في اللوك؟ زفت طبعا. سيو سالم. سيو. Scared me. I thought it's real. فندم بيحب يعمل تريكات دايما. شاي الولد. طول ما بتركه في رجليك محدش حيقدر عليك. حد يقف له بيقف تورك خمرة. حل لي ازمتي. خدوا مني جزمتي. يلا يا ابني احنا مش فاضيين لك. الله يا ابن اللعيبه ده حاوي مش لعيب كوره. طول ما تركه في رجليك في رجليك. ايه ده احنا هنلاقينك الكلام؟ ده الواد عشان يعمل الاعلان محتاج كمبوشه زي بتاعت المسرح. دي بوزيشن. طول ما الكروكو طول ما الكروكو ايش؟ طول ما الكروكو ايش؟ هو احنا يا ابني مدينك معلقه، الواد ده كمل تعليمه لحد فين؟ كروكو سين 1 تيك 1 اعلان تنك الصحراء. طول ما الكروكو في رجليك ما حد هيقدر عليك. ما هيحدي ماشي هنعديها. What happened? حل لي ازمتي، خذوا مني جلدتي. كت! الله! الله يا سالم والله، الحقيقة تمثيل زبالة يلا.